تفضل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وبحضور صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس مجلس الوزراء الموقر، فشمل برعايته الكريمة مساء أمس الاحتفال الذي أقيم بمركز عيسى الثقافي بتسليم جائزة عيسى لخدمة الإنسانية في دورتها الثالثة 2015-2017، والتي فازت بها مؤسسة مستشفى سرطان الأطفال بجمهورية مصر العربية الشقيقة. فلدى وصول جلالة الملك المفدى كان في الاستقبال سمو الشيخ محمد بن مبارك الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس أمناء جائزة عيسى لخدمة الإنسانية. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، سيدي صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه، أصحاب السمو أصحاب المعالي والسعادة، أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم في هذه الاحتفالية المباركة التي نستذكر خلالها الخصال الحميدة والمآثر الإنسانية النبيلة لصاحب الجائزة والد الجميع وباني نهضة البحرين الحديثة صاحب العظمة سمو الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة أمير البلاد الراحل طيب الله ثراه. لقد قطعت جائزة عيسى لخدمة الإنسانية مشوار دوراتها الثلاث كجائزة عربية عالمية بنجاح، وذلك بتوفيق من الله سبحانه وتعالى وبفضل الرؤية الملكية الحكيمة التي أنشأتها وبثت بها روح التسامح البحريني الأصيل، وبفضل الجهود العديدة المتواصلة التي أرست لها أسساً وتقاليد عمل محكمة تفردت بها في النظرة إلى العمل الإنساني
الخالص لوجهه تعالى دون التمييز بين البشر. صاحب الجلالة، أيها الحضور الكريم، خير بداية لحفلنا المبارك تلاوة عطرة من القرآن الكريم يتلوها على مسامعنا القارئ علي صلاح عمر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، ويكفر عنكم من سيئاتكم، والله بما تعملون خبير. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، وما تنفقوا من خير فلأنفسكم، وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا. وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم. يتفضل سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بإلقاء كلمة سامية بهذه المناسبة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أصحاب السمو والمعالي والسعادة، ضيوفنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشهد معكم في هذا اليوم نتائج أعمال جائزة عيسى لخدمة الإنسانية في دورتها الثالثة، التي تطل علينا بحلول شهر رمضان المبارك الذي أنزل فيه القرآن هدى ورحمة، وكرمنا بصيامه وقيامه، داعين الله أن يجعله شهراً مباركاً على وطننا وشعبنا العزيز بالمزيد من الخير والرخاء، وعلى الأمتين العربية والإسلامية باليمن والبركات. نستذكر في هذه المناسبة المباركة صاحب العظمة الوالد
الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة طيب الله ثراه، ونستحضر خصاله الإنسانية وشمائله النبيلة وسجاياه العظيمة التي اتصف بها رمزاً للوطن وباني عزه ومجده وقائد مسيرته لثلاثة عقود شكلت نقلة حضارية في تطور مملكة البحرين السياسي والاقتصادي والاجتماعي. إننا ننظر بكثير من الاعتزاز والتقدير للدور الذي تقوم به هذه الجائزة الرصينة لخدمة الإنسانية بعد أن تعدت حدود المكان وحققت الغاية من إنشائها منذ انطلاقتها في تخليد ذكرى والد الجميع رحمه الله، تجسيداً لما حباه الله به من تواضع جم وتواصل مع أبناء شعبه وحب لفعل الخير ومساعدة كل محتاج بصفاته السمحة التي أكسبت محبة واحترام وتقدير الجميع، وأن هذه الجائزة تمثل ما يمتاز به شعب مملكة البحرين على مر العصور من انسجام وتآخي وتسامح ديني وثقافي وفعل الخير وخدمة الإنسانية والإسهام في تقدم الإنسان ورفاهيته. إننا نعبر عن سعادتنا بأن ينال الجائزة في هذه الدورة صرح كرس عمله وجهده في علاج الأطفال والبحث في أسباب وشفاء مرض خبيث وفتاك، إضافة إلى أنه في بلد عربي شقيق نعتز بما يربطنا به وقيادته الحكيمة من علاقات أخوية متميزة. هو مستشفى سرطان الأطفال بجمهورية مصر العربية الشقيقة، ويسرنا أن نعرب عن خالص تهانينا للأستاذ الدكتور عم عزة سلامة رئيس مجلس الأمناء والمستشفى والقائمين عليه بالفوز المستحق بجائزة عيسى لخدمة الإنسانية، وأن نقدم الشكر والتقدير لجهودهم الخيرة متمنين لهم التوفيق وحسن الثواب. كما يسرنا أن نشكر القائمين على الجائزة وعلى رأسهم سمو الأخ الشيخ محمد بن مبارك الخليفة على ما بذلوه من جهد وعمل واختيار موفق. وفي الختام نسأل الله أن تستمر هذه الجائزة في دعم وتشجيع أعمال البر والخير التي تخدم الإنسان أينما كان، مخلدة ذكرى فقيد الوطن والإنسانية صاحب العظمة الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة طيب الله ثراه وأسكنه فسيح الجنان إنه سميع مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلمة سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس أمناء جائزة عيسى لخدمة الإنسانية. بسم الله الرحمن الرحيم. حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه، صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه، أصحاب السمو والمعالي والسعادة، حضرات السيدات والسادة الحضور الكريم،
صاحب الجلالة، من دواعي سعادتي البالغة أن أقف أمام جلالتكم في هذا اليوم من هذا الشهر المبارك متحدثاً عن نتائج المهمة الجليلة التي أوليتموني إياها. ويسرني أن أعرض لجلالتكم أصالة عن نفسي وباسم أعضاء مجلس أمناء جائزة عيسى لخدمة الإنسانية ولجنة التحكيم عن أصدق عبارات الشكر وآيات الامتنان والعرفان على تفضل جلالتكم من جديد لرعاية هذه الجائزة التي أصبحت مفخرة أخرى ناصعة في سجل أعمالكم الميمونة وعلامة مضيئة في عهدكم الزاهر. بفضل رعاية جلالتكم وعنايتكم أصبحت جائزة عيسى لخدمة الإنسانية جائزة عالمية تمنح للعاملين المخلصين في مجال خدمة الإنسانية بغاية إسعاد الفئات المنكوبة والمحتاجة حيثما وجدت، وبما يعيد لها البسمة والأمل والتشبث بالحياة ويخلصها من المعاناة والألم والحاجة والحرمان. وسواء انتظم أولئك الجنود المخلصون في جمعيات أو هيئات، فإن الذي يوحدهم ويحفزهم على البذل والتضحية بإيمان ونكران الذات هو إعلاءهم لنفس القيم النبيلة التي اقتضتها هذه الجائزة التي تحمل اسم والدكم المغفور له بإذن الله تعالى صاحب العظمة الشيخ عيسى بن سلمان الخليفة. مستلهمة سجاياها الإنسانية والنزوع نحو فعل الخير المتأصل في سيرته العطرة، حيث كان مثالاً للعطف ورمزاً للكرم والإيثار كما عرفه شعبه، قائداً وطنياً حكيماً ومصلحاً اجتماعياً عادلاً في حكمه، مصغياً للمستضعفين آخذاً بيدهم، يحث على البر والإحسان ونجة الضعيف بما اتسم به من سماحة ونفس كريمة قريباً من أداء شعبه الوفي. لقد ذاع صيت هذه الجائزة التي أحطتموها باهتمامكم منذ تأسيسها، وباتت مشهورة بأعمالها وحرصها على التقصي والفحص والاختيار، فمن الطبيعي أن تنال الثناء واعتراف وتحظى بأشكال الترحيب والإشادة في المحافل والهيئات العامة في صميم الخدمة الإنسانية. حازت هذه الجائزة بأهدافها وأبعادها الإنسانية على من يبشر بها ويدعم مقاصدها ويشرح أهدافها بين مساندين وداعمين لها، وهي تمضي قدماً على نهج الخير والوفاء خدمة للقيم الإنسانية دون اشتراط أو تمييز أو مفاضلة بين منطقة جغرافية أخرى أو فئات دون غيرها. هي في منأى عن اعتبار لأي انتماءات عرقية أو مذهبية أو دينية، وعلى أساس التوجه القويم استمر وهج جائزة عيسى للخدمة الإنسانية وعم صيتها الأفاق البعيدة، حازت المصداقية بمنهجية العمل التي تعتمدها لجنة التحكيم بالاحتكام إلى معايير قائمة على محددات الجودة والشفافية. فعلى هدى من إبراز توجيهاتكم في هذا المجال واحتراماً لروح ونص المرسوم المحدث للجائزة، انكب مجلس الأمناء ولجنة التحكيم على مدى حوالي سنتين لإنجاز المهمة الموكلة إليهم على أحسن وجه، وبما يرضي ضمائرهم ليكونوا أهلاً لثقة جلالتكم، وأصدروا حكماً نزيهاً في مستوى آمال المشرفين على المشاريع المتنافسة البالغ عددها 137 مشروعاً ممن يتطلعون إلى نتيجتها. وتعتقد اللجنة وقد أنهت عملها بخصوص الدورة الحالية أنها مطمئنة لسلامة اختيار المشروع الأجدر بالتكريم والفوز من بين الخمسة مشاريع التي تم اختيارها. ولقد تشاور الأعضاء فيما بينهم مطولاً وتبادلوا الرأي الصريح ونظروا بعين فاحصة وعادلة وموضوعية في الترشيحات والمشاريع المقترحة التي استقصوا تفاصيلها وكيفية عملها من خلال التتبع والمعاينة الميدانية بحثاً عن المشروع الأفضل والأشمل والأكثر استيفاءً للشروط والمواصفات المطابقة لأهداف هذه الجائزة. كما يسرني أن نعلن أن جائزة الدورة الحالية آلت إلى مؤسسة طبية
اعتبرتها اللجنة مستحقة بكل المقاييس في أهدافها وأسلوب عملها وإداراتها وبرامجها المستقبلية، فضلاً عن استفادة شرائح عريضة محتاجة لخدماتها الإنسانية. برهنت المؤسسة الفائزة على قدرة فائقة في استحقاقها للمساعدات والهبات والتبرعات من الأفراد والمؤسسات والمنظمات والدول عبر حملات التوعية وتعبئة تلامس بخطابها المؤثر قلوب الملايين من الناس بشعارة محفزة في وسائل الإعلام تنهال على أثرها التبرعات والهبات. وتؤمن لجنة التحكيم أن شروط الاستحقاق توفرت في المؤسسة الطبية النموذجية مستشفى سرطان الأطفال التي تتكفل بمعالجة الأطفال المصابين بداء السرطان في جمهورية مصر العربية والدول العربية الشقيقة، مسجلة معدلات عالية من الشفاء بفضل الله في هذا المجال. الحضور الكريم، إن هذه المؤسسة الخيرية التي هي واحدة من بين المستشفيات في العالم المتخصصة في علاج كل أنواع سرطان الأطفال هي نتاج الإرادة التطوعية الطبية ودليل ملموس على أن الخير ملازم للإنسان لا يحيد عنه كلية في كل الأحوال. هكذا تحول المستشفى إلى وجهة للأطباء والإخصائيين من مختلف الدول، وفيه تلازم العلاج والاستشفاء في البحث العلمي آملاً في استئصال المرض الفتاك والحد من انتشاره. صاحب الجلالة، إن مملكة البحرين بقيادتكم سعيدة بقرار عرف كيف يجازي الخير بالخير. إنه إنجاز يعمق في ضمائر البحرينيين الإيمان بواجب فعل الخير، مستحضرين دائماً القدوة والمثل الأعلى من والدكم المشمول برضاه الله، والذي ستظل هذه الجائزة مقترنة باسمه وذكراه ما دام فعل الخير موجوداً على هذه الأرض. وفقنا الله جميعاً لما فيه خير الإنسانية وسعادتها، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صاحب الجلالة، أيها الحضور الكريم، نشاهد الآن فيلماً وثائقياً حول مسيرة صاحب الجائزة، صاحب العظمة الأمير الراحل طيب الله ثراه. إنها البحرين، يوم 16 من شهر ديسمبر عام 1961، يوم تاريخي طوق فيه الشعب بمشاعر الحب والتأييد والفرح قصر القضيبية بالعاصمة المنامة، الذي تحتضن قاعته الكبرى حفلة تنصيب الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة حاكماً للبحرين. أيها الحفل الكريم، حضرة صاحب العظمة الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة يلقي كلمة اعتلائه بلاد آبائه وأجداده. أيها الحفل الكريم، إننا في هذه اللحظات ونحن نتوجه إليكم بأول خطاب بعد تولينا حكم البلاد، نرى أن ما يجب البدء به هو الإفصاح عما نحسه من شعور الامتنان لكم ولكافة أفراد شعبنا الوفي الكريم على ما أظهره من استبشار وغبطة بمناسبة اضطلاعنا لمسؤولية الحق. ونحن نبدي بأننا تنسعى ما وسعنا السعي لأن يكون عهدنا عهد رخاء وصفاء واستقرار وازدهار لهذه البلاد العزيزة في شتى الميادين. منذ خطابه الأول إلى شعبه وفي مدى 38 عاماً من توليه مقاليد الحكم في البحرين، بلور الشيخ عيسى بن سلمان باقتدار وهمة وجلاء مفاصل سيرة شخصية متألقة لافتة
وركائز مسيرة تاريخية بالطموحات والمشاريع والإنجازات زاخرة. على أرض البحرين وفي هذا البيت العربي العريق البسيط ولد الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة يوم 3 يونيو عام 1933. هو الابن البكر لوالده الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة الذي حكم البحرين من عام 1942 إلى عام 1961. تلقى تعليمه على أيدي كبار أساتذة التعليم في البحرين وأجاد اللغة الإنجليزية التي درسها وتلقى أصولها في بريطانيا. شغف بقراءة كتب التاريخ والأدب ومطالعة الصحف والمجلات العربية والأجنبية وحضور مجالس جده ووالده كي يستمع إلى أحاديث الحاضرين من الساسة والأدباء ورجال الفكر، فنال من كل ذلك مستوى عاليا من العلوم والمعارف والثقافة العامة. عند منتصف القرن العشرين تقلد الشيخ عيسى بن سلمان العديد من المناصب والمسؤوليات التي من شأنها تهيئته وتعزيز قدراته كقائد مستقبلي للبلاد، حيث تم تعيينه عام 1953 في مجلس الوصاية ثم رئيساً لمجلس العائلة الحاكمة ومجلس الري. عام 1952 عين رئيساً لبلدية العاصمة المنامة. في 5 يوليو عام 1957 عين ولياً للعهد وكان عمره حينها 25 عاماً. فور توليه الحكم عام 1961 باشر الشيخ عيسى بن سلمان مهمة تنفيذ المشاريع المعنية بخدمة شعبه، موجهاً إلى أهمية البدء بتشييد المبنى الدائم لبلدية المنامة والذي تولى افتتاحه عام 1962. ثم أبدى اهتماماً خاصاً بالتعليم عكسته توجيهاته بضرورة إنشاء المزيد من المدارس في أرجاء البحرين وتأسيس المعاهد والكليات والجامعات، متيحاً بذلك للتعليم العالي أن يتألق في البحرين منذ عام 1966. وقد تجلى حرصه البالغ بالتعليم في تبنيه مشروع عيد العلم الذي بدأ عام 1968 واحتضانه الاحتفال به سنوياً كي يتولى شخصياً مهمة تكريم الخريجين والمتفوقين من طلبة العلم ومن رواد التعليم في البحرين. كان المجال الصحي والرعاية الصحية للمواطنين من أولوياته، فقد شهد عهده إنشاء كلية العلوم الصحية عام 1976 وإنجاز العديد من المشاريع والمرافق الصحية، أبرزها مركز السلمانية الطبي الذي تولى افتتاحه عام 1978 والمستشفى العسكري عام 1979، كما وجه إلى بناء مراكز صحية في مدن وقرى البحرين توفر الرعاية الصحية للمواطنين والمقيمين دون مقابل. وضع الشيخ عيسى بن سلمان في مقدمة مبادئه الإنسانية لإسعاد شعبه مبدأ أن يمتلك كل مواطن بيتاً خاصاً به وبأسرته، فعمل مبكراً على تحقيق المبدأ بوضع خطط لبناء مدن حديثة وتنفيذ مشاريع إسكانية في كافة مناطق البحرين، إضافة إلى وهبه الأراضي للمواطنين وتيسير تقديم القروض طويلة الأمد اللازمة للبناء. ويعد بناء مدينة عيسى أول مشروع إسكاني يقام في البحرين والمنطقة في عهده، فقد أمر بتخصيص الأرض لتشييد المدينة وتولى افتتاحها في 13 نوفمبر عام 1968. إنه يوم افتتاح المدينة، صاحب العظمة يشرف مكان الاحتفال.
أعلن افتتاح مدينتكم داعياً الله تعالى أن يجعلها دار خير وبركة لساكنيها من أبناء شعبنا. ثم قدم عظمته مفتاح المدينة إلى أول ساكن بها. ثم حقق الشيخ عيسى بن سلمان منجزات خالدة في تاريخ البحرين وذاكرة أهلها. ففي عهده استكملت البحرين استقلالها عام 1971، وأنجزت دستورها عام 1973، وتبوأت مكانتها بين دول الإقليم والعالم وعضوية الأمم المتحدة. رحم الله سمو الأمير الراحل وطيب الله ثراه. الحضور الكريم، الآن مع كلمة المحكمين يلقيها معالي الدكتور لويس أمادو عضو لجنة التحكيم للدورة الثالثة. Your Majesty, حضرة جلالة الملك. Your Royal Highnesses, أصحاب السعادة. Excellencies, ladies and gentlemen. والمعالي. It's my great pleasure and my honor. من دواعي سروري to address such a singular audience عليكم on behalf of my colleagues, the members of the jury أعضاء اللجنة of the ISA Award في جائزة عيسى لخدمة for الإنسانية humanity, for service to humanity, and express our gratitude to your majesty on سعادتي لجلالة الملك giving us such a trust to select the five candidates, the final five candidates to this award. Fruit of your generosity and of your inspiration. Since you decided to create this prize, this award in 2009, the world did change dramatically. And we assist to new dynamics of political, geopolitical disruption with huge social, economic, and financial impacts. And the increase of natural disaster associated with this disruptive effect of new dynamics of crisis contributed to a new proliferation of humanitarian crises never seen since the end of the Second World War. So I stress this point because it underlines the importance, the opportunity, the merit, and the singularity of a award that is focused on humanitarian action. على الفعل الإنساني. Because we need لأننا نحتاج a new attention أن نركز to humanitarian dimension. And this award is really in its singularity focused on humanitarian action. الفعل الإنساني. Certainly, it's a small light in the darkness of human beings suffering all over the world. It's important, certainly, for those institutions and individuals that receive it. But it's mainly important in my view, in our view, because it signals the attention, the sensibility we need to give to individual suffering. Behind the collective dimension of human tragedies, the individual suffering. This year, the hospital, the children's cancer hospital, also known by 57357, the number of the count, appeared to all of us members of the jury as meeting all the criteria identified by the royal decree
أنها نجحت بجميع المعايير التي وضعناها this award. لمنحها لهذه الجائزة. The hospital was an idea created in 1999 but only opened in 2007. It's a non-governmental organization. It's a foundation financed, supported by individual donations and contributions. And it expanded so fast that it became the most important hospital of this kind. Not only in Egypt, but in all the region. And I think you all agree with me that dedicate life to alleviating the suffering of children is the most noble of human being tasks. And this institution, its daily life is alleviating the suffering of children. لحل معاناة الأطفال. Finally, I want وأخيراً أود أن thank أن أشكر the Board of Trustees لجنة and its chairman الأمناء على رأسها شيخ محمد مبارك الشيخ as well محمد as بن مبارك all the members of the Secretariat and particularly also العاملين فيها في our Secretary General Mr. الأمين العام السيد علي Abdullah Khalifa, علي عبد الله خليفة, in its infinite gentleness and لما attention. أولاه and من we صبر thank you, وعمل في هذا المجال. Your Majesty, أشكرك we thank أيضا you الملك. Very kindly. Thank you. من أعماق قلبي. شكرا لكم. صاحب الجلالة، أيها الحضور الكريم، مؤسسة مستشفى سرطان الأطفال بجمهورية مصر العربية الشقيقة هي المؤسسة العربية الرائدة التي استحقت الفوز بجائزة عيسى لخدمة الإنسانية في دورتها الثالثة بجدارة. نستعرض منجزاتها في هذا الفيلم الوثائقي. A new day dawns on a city that's as old as time. Cairo, a city that never sleeps but moves with its own rhythm. Cancer is one of the most dreaded diseases affecting children in Egypt, claiming lives of young children and robbing them of their future. And so for many children and their parents, the future is a matter of serious concern. It's a place they may not want to talk about, but one they cannot avoid. Statistics have their own story. Each day, 46 children are diagnosed with cancer, and one in 330 children are expected to develop cancer by the time they reach 18. In other words, the prognosis doesn't sound positive for 42% of Egypt's population who happen to be children. Dr. Sharif Abulnega, the CEO of Children's Cancer Foundation, has had first-hand experience on just how cruel the statistics can turn out to be. He felt so helpless and devastated that he even contemplated leaving medicine for good. What could have been a terrible tragedy instead turned out to be the beginning of something really beautiful. The Children's Cancer Hospital began to take shape as a response to that tragic event and received a major boost through the active participation of ordinary Egyptians. The hospital is unique in the entire Middle East and North African region, even though it boasts state-of-the-art facilities, sophisticated equipment, and highly trained personnel. Treatment here is completely free. And what's more interesting is that the initial donation for this project began with just 50 Egyptian pounds. During Ramadan of 1994, the first major donation campaign was launched and proved to be hugely successful. The donation drive gained increased momentum, and soon the hospital brand became instantly associated with 57357, which was the bank account number for all donations. يتفضل سيدي حضرة صاحب الجلالة
الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بتسليم جائزة فوز مؤسسة مستشفى سرطان الأطفال 57357 بجائزة عيسى لخدمة الإنسانية إلى معالي الأستاذ الدكتور عمرو عزت سلامة رئيس مجلس أمناء المؤسسة. الآن مع كلمة مؤسسة مستشفى سرطان الأطفال بجمهورية مصر العربية الشقيقة يلقيها معالي الأستاذ الدكتور عمرو عزت سلامة رئيس مجلس أمناء المؤسسة. بسم الله الرحمن الرحيم. حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين حفظه الله ورعاه، صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر، سمو الشيخ محمد بن مبارك الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس أمناء جائزة عيسى لخدمة الإنسانية، أصحاب المعالي والسعادة، أيها الحفل الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وحضراتكم جميعا بخير. يسعدني ويشرفني أن أكون بينكم اليوم في مملكة البحرين الشقيقة التي كانت أول دولة انطلقت منها حملة تبرعاتنا الخارجية لإنشاء مستشفى سرطان الأطفال 57357 بمصر. ويسعدني ويشرفني أن أكون بينكم في حرم مركز عيسى الثقافي الذي يعد مركز إشعاع حضاري يرمز لتقدم البحرين ورقيها، ويعكس حرص جلالة الملك واهتمامه بتراث وتاريخ حضارة البحرين العريقة. إنه لمن دواعي السعادة والفخر أن أكون أنا وزملائي بينكم اليوم ممثلين لمؤسسة مستشفى سرطان الأطفال 57357 التي تشرفت بنيل جائزة عيسى لخدمة الإنسانية في دورتها الثالثة. هذه الجائزة العريقة التي أسست تكريماً وتخليداً لأمير البحرين الراحل الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة، والتي تعد إسهاماً من مملكة البحرين للعالم لتشجيع الأعمال والمبادرات الإنسانية التي تهدف لإسعاد العالم. أرحب بكم اليوم أيضاً ونحن نستعد للاحتفال بمرور 10 أعوام على إنشاء مستشفى سرطان الأطفال 57357. هذا الصرح العلمي الصحي التعليمي الذي يسعى لمحاربة سرطان الأطفال على مستوى الوطن العربي، والذي تحول اليوم إلى صرح كبير يفخر به كل أبناء وطننا العربي الحبيب. ولقد بدأت فكرة بالمستشفى سنة 1998، وكان الهدف من المشروع توفير مستشفى خيري مجاني يقدم العلاج النموذجي لأطفال المنطقة وليس فقط داخل مصر. وشهد المشروع بالفعل دعماً من جميع الدول العربية. واليوم تحول هذا المستشفى إلى صرح طبي وعلمي يقدم خدماته العلاجية للأطفال مرضى السرطان مجاناً في الوطن العربي كله، ويحرص ليس فقط على تقديم الخدمات العلاجية بل مواصلة الأبحاث العلمية والاهتمام بالتعليم والتدريب من خلال عقد العديد من اتفاقيات التعاون مع الجامعات والمراكز العالمية. حضرات الحضور الكرام، إن رحلة 57357 هي رحلة نجاح طويلة بذلنا خلالها كل الجهد في مكافحة سرطان الأطفال وتقديم أقصى درجات الرعاية الصحية مجاناً بمنتهى الجودة والعدالة وباتباع المنهج العلمي، وهو ما تم تجسيده في اختيارنا لشعار المستشفى رحلة علم هدفها الحياة، وهو شعار يعكس رسالتنا ومنهجنا بأن العلم هو الطريق الوحيد لتحقيق الأحلام الصعبة والطموحات الكبيرة. والحقيقة أننا من خلال العلم والبحث العلمي نجحنا في توفير أحدث أساليب الرعاية الصحية وأحدث الأجهزة في مجال العلاج أو التشخيص، ونجحنا أيضاً في الحفاظ على الموارد المستشفى وترشيد استخدام الموارد لحرصنا على حماية أموال المتبرعين
وتوجيهها لعلاج عدد أكبر من الأطفال، وهو ما كان له أكبر الأثر في الحفاظ على ثقة المتبرعين واستمرار دعمهم لهذا الصرح. وخلال العامين السابقين تم افتتاح بعض المشروعات التوسعية الجديدة، مثل افتتاح 60 سرير جديد بالمستشفى، وافتتاح مستشفى شمال الدلتا في طنطا سعة 60 سرير أخرى. ولأن المستشفى مستشفى 57-357 حريصة على التطوير والنمو المستمر، فإننا نسعى الآن لإنجاز مجموعة ضخمة من المشروعات أو التوسعية، حيث نستعد لإنشاء مستشفى أو ملحق ضخم يضم 300 سرير إضافي، ومبنى للعيادات الخارجية والعلاج الإشعاعي والكيماوي، وأكاديمية للعلوم الطبية، ومركزاً للأبحاث العلمية لمعرفة أسباب السرطان والحد من انتشاره، وبيت ضيافة لأهالي المرضى من الأماكن البعيدة، وهي مشروعات ضخمة تساهم في تحويل هذا الصرح إلى مجمع طبي وعلمي متكامل لمكافحة سرطان الأطفال في مصر والعالم العربي. ونؤكد أن أحلامنا وطموحاتنا ما تزال كبيرة، وأننا نسعى لتحقيقها كلها إن شاء الله بالعلم والتعليم والتدريب، وبمساندة أهل الخير من أبناء مصر والوطن العربي الذين نراهم شركاء حقيقيين لنا في كل نجاح يتحقق داخل هذه المؤسسة. وأخيراً، فإننا نتوجه لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ولمجلس أمناء جائزة عيسى لخدمة الإنسانية، ولمملكة البحرين الشقيقة بخالص الشكر على الثقة الغالية التي منحتموها لمؤسسة 57-357 للفوز بهذه الجائزة الكبيرة، وهو شرف نعتز به كل الاعتزاز ويدفعنا لمزيد من الحرص على النجاح والتطوير. كما نتوجه بخالص الشكر وخالص الحب لشعب البحرين الشقيق، وندعو الله أن يديم روابط المحبة والإخوة بين الشعبين المصري والبحريني. كما نتوجه بخلص الأمنيات والدعاء بأن يمن الله عز وجل على جلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين بموفور الصحة والعافية، وأن يحفظه لمملكة البحرين وشعبها الكريم. وكل عام وحضراتكم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثم تشرف أعضاء التحكيم لجائزة الشيخ عيسى لخدمة الإنسانية بالسلام على جلالة الملك المفدى، حيث شكرهم جلالته على جهودهم الموفقة. وفي نهاية الاحتفال عزف السلام الملكي، ثم غادر حضرة صاحب الجلالة الحفل حفظه الله مودعا بما استقبل به من حفاوة وترحيب. حضر الاحتفال كبار أفراد العائلة الملكة الكريمة ومعالي رئيسي مجلسي النواب والشورى وأصحاب المعالي والسعادة الوزراء ورؤساء اللجان بمجلسي النواب والشورى وأعضاء مجلس أمناء جائزة عيسى لخدمة الإنسانية والمحافظون وكبار ضباط قوة الدفاع ووزارة الداخلية والحرس الوطني ورجال السلك الدبلوماسي ورؤساء الجامعات ورؤساء الجمعيات الخيرية ورجال الأعمال والصحافة والإعلام وعدد من ممثلي مؤسسة مستشفى سرطان الأطفال بجمهورية مصر العربية الفائز بجائزة عيسى لخدمة الإنسانية وعدد من المدعوين. استمرار جائزة عيسى لخدمة الإنسانية في دورتها الثالثة هو البرهان على استمرار نهج البحرين الخير في دعم الجهود النبيلة والبناءة في الاهتمام بالجانب الإنساني على اختلاف مجالاته وأشكاله، لتكون الجائزة نبراسا للعمل الخيري على مستوى العالم. جائزة عيسى لخدمة الإنسانية وهي تخطو خطوتها بإعلان اسم الفائز وتوزيع، يعني في هذا الحفل تسليم الجائزة إلى الفائز وهو مستشفى سرطان الأطفال بجمهورية مصر العربية، يعطي دلالة على استمرار نجاح هذه الجائزة على مدى 3 دورات. فهذه البعد الإنساني للبحرين
في الماضي وفي الحاضر في المستقبل، يجعلنا احنا في المعنيين بالشق التعليمي ان نولي هذا الجانب اهتماما كبيرا وتشجع دافعا لنا. فاليوم كما تعرف هناك مادة، هناك مساق أساسي لا يمكن الطالب أن يتخرج من المرحلة الثانوية إلا بعد أن يقدم عدد معين من الساعات في العمل التطوعي. هذه الجائزة علاوة على الهالة التي تحيط بها من الجهود النبيلة في خدمة البشرية، إلا أنها تحمل اسم الراحل الكبير صاحب اليد البيضاء في دعم الإنسانية في كل مكان، المغفور له بإذن الله تعالى سمو الشيخ عيسى بن سلمان الخليفة طيب الله ثراه. تجسدت هذه الصفة البحرينية الأصيلة، اللي طبعا صفة معروفة بس اللي موجودة في البحرينيين، في شخصية هذا الرجل الراحل. فالحمد لله هذه ثالث جائزة. أول واحدة كانت لي مرشحة من ماليزيا، ومن ثم باكستان، والآن مصر، جمهورية مصر العربية. فهذه كلها مجالات كانت في خدمة الإنسانية. والمستشفى اللي تم تكريمه اليوم من قبل جلالة الملك حفظه الله مستشفى مهم. الجائزة دي بتمس قلب كل مصري، لأنها بتعبر عن أنه المصريين نجحوا في أنهم يبنوا صرح كبير جدا بتبرعات مواطنين ضعيفة، ابتدت بجنيه من كل مواطن وقدرت تبني الصرح ده. أن الصرح ده نجح في أنه يكون رمز للـ حماية الإنسانية والرغبة في تطوير الإنسانية من غير ما يبص لأي فروق ولا أي. المستشفى دي مفتوحة للأطفال المصريين وللأطفال العرب، مفتوحة لأي طفل يقدر يعالجه. أبعاد كثيرة أخذت تتسع مع اتساع الجائزة عالميا، فقد باتت أنموذجا لامعا من النماذج الإبداعية في دعم الجهود الخيرية الهادفة للرقي بالإنسانية. جائزة عيسى لخدمة الإنسانية من أهم المبادرات التي دأبت مملكة البحرين على دعمها تقديراً وتكريماً لمجهودات أولئك الذين يريدون تغيير العالم نحو الأفضل إنسانياً واجتماعياً. يحيى العمري لمركز الأخبار، تلفزيون البحرين. استحق مستشفى سرطان الأطفال المصري 57-57 الفوز بالمرتبة الأولى لجائزة عيسى لخدمة الإنسانية بنسختها الثالثة من بين خمسة مرشحين تقدموا لنيلها من قارتي أفريقيا وآسيا. مستحقة لرجل عظيم أسس عمل الخير في البحرين والعالم. لماذا استحق جائزة عيسى لخدمة الإنسانية؟ لأنه ومنذ بدايات التأسيس عام 2007 ولغاية الآن استطاع مستشفى سرطان الأطفال المصري أن يستقبل ما يزيد على 18,000 حالة مرضية، 72% منها استدلت طريقها نحو الشفاء التام والخلاص من أكثر الأدواء خبثا. خصصت هذه الجائزة لمؤسسة من أهم المؤسسات في خدمة الإنسانية في المجتمعات كلها يعني. ومستشفى طبعا سرطان الأطفال في مصر من أبرز يعني المؤسسات التي تخدم في هذا المجال يعني. أول حاجة الإخلاص لوجه الله ربنا سبحانه وتعالى، وده الركيزة الأساسية للنجاح. نمرة اثنين، ليس الأخذ بالعلم إنما تطبيق العلم. النقطة في 57 مش تحصيل العلوم وإنما تطبيقها على أرض الواقع. نمرة ثلاثة، الطموح وعدم التوقف عند أي مستوى نجاح. أبارك أيضا للفائزين بهذه الجائزة ومستشفى مصر لسرطان الأطفال حقيقة، وما يقومون به مكافحة مرض السرطان في مصر وأيضا للدول العربية. حقيقة يشكرون على هذا الإنجاز، فهم يستاهلون هذه الجائزة. مستشفى سرطان الأطفال 57-357 مؤسسة خيرية علاجية علمية متميزة على مستوى الوطن العربي ككل، حققت نجاحا لافتا في علاج سرطان الأطفال لمن هم تحت سن 18 عبر اعتمادها واتباعها واستعانتها بأحدث الأساليب الطبية الحديثة. اليوم في هذه الاختيار النسخة الثالثة كان لمؤسسة خيرية غير حكومية
وأيضا هي مؤسسة وليست أفراد، بالإضافة إلى كونها تنتمي إلى دولة عربية عريقة في الحضارة وعريقة في التاريخ وعريقة في الاهتمام بالتعليم والاهتمام بالطب. معايير وشروط وأحكام نصتها وثيقة تأسيس الجائزة أبدع مستشفى سرطان الأطفال المصري في استيفائها، الأمر الذي أثبت استحقاقه للفوز بالدورة الثالثة للجائزة من بين 5 مرشحين تقدموا لنيلها من قارتي إفريقيا وآسيا. شيء خرافي ويعالج الناس مجانا، وطبعا استخدموا كثير من الآليات الحديثة وفي أطباء مصريين تعلموا في أمريكا، وأغلبهم يعملون بنصف سعر ما قد يتقضونه في أماكن أخرى. فاستقر الرأي على أن نحن لا نرشح في الحقيقة، نحن اقترحنا على مجلس الأمناء أن هذا نعتبره هو الفائز الأول. عراقة الاسم وسمو معالم المضمون يؤكدان للمرة الثالثة على قدرة الجائزة في توسيع نطاق العمل الإنساني والتشجيع على تبنيه من قبل الأفراد والجماعات. جائزة منحت لمن أتقن عزف أنشودة الحياة، الحياة التي يصارع من أجل البقاء تحت سقف سمائها أطفال بعمر الورد حاصرهم السرطان الذي أدمع عافيتهم دون رحمة، لكن سقاية أبدانهم بماء الصحة ومعالجتها بالأساليب الطبية الحديثة مهمة تكفل بإتمامها صرح طبي مميز أخذ على نفسه عهداً أن يعطي دون انتظار المقابل. لتلفزيون البحرين، محمد رشادات.